يعطيكم العافية. أهلا وسهلا أخي فرهاد. شكرا لك. فوتك جاهزة، تفضل. ماشي ماشي ماشي، شكرا شكرا، ما في داعي ما في داعي لهالغلبة هي. ثواني لجيب القائمة. ما فهمت أنت ليش هيك قلتي له؟ وقت بتقعد سيدي على طاولة المفروض زوجها يسحب لها الكرسي. إذا سحب الكرسي بتوقع. انسى، هاي وجهة نظرك أنت، شو بدي أقول؟ شكراً كتير إلك. أنا بدي دبل فوليك أسيد لأنه مرت أخوك أكدت مشانه. عفواً؟ لا تقول عفواً وما عفواً. عندك اسقمري؟ عندي. تمام، جبنا السمك وسلطة ومقبلات وتوصى أنت بالباقي. تكرم معلم. شكراً لك. وخد هاد. تركنا جوليدة هيك لوحدة بالبيت. بتحبي قلو للأخرس يجيبها لهون؟ خليني اتصل بالأول. ألو حبيبتي جوليدة. خالتي وينك لهلا؟ أنا بمطعم السمك، جينا أنا وفرحات. أوه كتير منيح، سمك وسلطات وأنتو الاثنين، جو رومانسي كتير يعني. لا تبالغي، ما في شي من هيك. أنت منيحة ولا مالة؟ بتحبي اطلب شي الأخرس يجيبك لهون؟ لا خالتي، شو بدي أعمل بيناتكن أنتو الاثنين يعني؟ أنا منيحة، عم أحكي مع فيلدان وغيره وعم أتسلى شوي لحالي. طيب حبيبتي اتصلي فيني إذا لزمك شي، ماشي؟ ايه ولا يهمك، استمتعي انت بوقتك. بالمناسبه بوسيلي اخي فرهاد بوسه خاصه عني. ماشي حبيبتي وانا ببوسك، انتبهي على حالك، سكري موبايلك سكري. بشوفك. وانا سمعت شو قالت لك. شو سمعت شو قالت لك؟ رح تستنى كتير لكان. هاد بيتاكل بالايد، اتركي الشوكه والسكين. بعرف هالشي بس أنا بحب أكل بالشوكة والسكين، هيك مزاج. مو مشكلة، كلي سلطة كمان. أنت شو عم تعمل؟ عم تغذي ابنك ولا عم تغذيني؟ خير إن شاء الله. كيف بدي غذي ابني يعني؟ قلتلك كلي سلطة كمان، شو قلتلك؟ برأيك شو رح يكون جنسه؟ شو إحساسك يعني؟ ما بعرف بس إن شاء الله إنه تكون بنت. يعني انت بدك بنت؟ ايه بتذكر فيك. ليش بقى؟ لانه شكلك حابب يكون صبي. عم كذب؟ يعني ايه حلو الرجال يكون عنده ابن. ايه تمام، وانا هذا اللي عم اقوله، الرجال يلي مثلك بيحبوا يكون عندهم صبيان. بس على كل الاحوال خليه صبي احسن، إذا إجت بنت رح تطالع عيونه. إيه بيقولوا اللي ما بيضرب بنته بيضرب ركبته بالآخر. تمام، هذا اللي كنت عم قوله بالضبط. نصيب. أنا فهمان قصدك، يعني ما رح نطلع. أنا ما قلت هيك شي. شو قلتي؟ ما قلت شي. طيب كلي سلطة كلي سلطة يلا، لا تتأففي خلصيني. أوف أنا حرة بتأفف مثل ما بدي. طيب افتحي تمك. ما بدي. افتحي تمك. ما بدي. اترك. بظن انه النعنع منيح.